إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كل له وصف نراه فمنا من تمايا لبي في ذاته ومنا من تصارع من حلاه ومنا من يجب كذا بشمعين الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. نعم. وهكذا ما زلنا مع الشيخ رحمه الله تعالى ويتكلم عن مرضعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحواضنه. ومن المرضعات بعد أمه سيدة آمنة أرضعته 3 أو 7 أو 9 على روايات، 3 أيام ولا 7 أيام ولا 9، وأرضعته بعد ذلك ثويبة أياما قبل قدوم حليمة، أرضعته ثويبة الأسلمية وبلبن ابنها مصروح، وأرضعت قبله سيدنا حمزة بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وكان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يهجوه حتى أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وقال في حقه عليه الصلاة والسلام: رجوت أن يكون خلفا من عمه حمزة. وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بلبن ابنها مصروح، وأرضعت كذلك ثويبة عبد الله بن جحش وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة،
وهو أخ سيدتنا زينب المجدع سيدنا عبد الله بن جحث المجدع، وقد قبر مع سيدنا حمزة من شهداء أحد. وأرضع سيد عبد الله بن جحش هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة، وأخته سيدتنا زينب التي قال الله تعالى عنها في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تزوجها الله لنبيه من فوق السبع سماوات ونزلت بذلك الآيات. وسيدنا أبو سلمة، أبو سلمة ابن أبي أبو سيدنا أبو سلمة هو من بني مخزوم ابن عبد الله بن عبد الأسد، وأول من يأخذ كتابه بيمينه بعد سيدنا عمر، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، رضع بعده سيدنا أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد. رضعته كذلك ثويبة الأسلمية، كل هؤلاء رضعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويرعى ذلك، وكان يبعث إليها بهدايا هي بها حري، حتى لما هاجر المدينة ويسأل عنها. ولما يعني قدم مكة سأل فقيل لها إنها ماتت عقيب منصرفه من خيبر، توفيت عام 70. ولما المؤرخون يتكلمون فيها وربما في السيدة حليمة، ولكن قال الإمام العربي ونقل عنه السيوطي وعليه جمع من علماء هذه الأمة على أن كل من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها الله بالإسلام، أن جميع النسوة جمع النسوة التي أرضعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهن الله بالإسلام. وهذا الأنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر، طاهر مطهر مطهر، ولا يدخل إلى جوفه ما يصدر من مشرك أو كافر، يدخل أجوفه إلا من هم على أهل الفطرة أو من الموحدين أو ممن أكرمهم بالإسلام. قالوا ولا، ويعني أن كل من قال هذا قاله السيوطي، وما وسع السيوطي أمثاله من العلماء يسعون، نحن ما نفهم منهم. قالوا لي رضعت النبي صلى الله عليه وسلم كامل، يلا يكرمها ربي بالإسلام، وهذا قليل في حقها، وهذا قليل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يهيئ الله له الصالحات وأن يهيئ له المقبولين والمحبوبين عنده رب العالمين في الولادة وفي الرضاع وفي أكثر شؤونه، أكثر شؤونه، إكراما لمن وفق لذلك وإكراما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعناية الله به. قال: وكم حوت ثويبة من بركة، رأت بركات كثيرة من بركتي، من أول ما بشرت به اعتقها أبو لهب، وأبو لهب لما اعتقها فرحا بالصبي ليس فرحا بالنبي، لما جاء وأظهر أن الله نبأه وأرسله أبو لهب قال له: تبت تبا لك، وفيه نزل تبت يد أبي لهب وتب، قطعت أبي لهب تم أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب لم يفرح به لما كان نبي، لكن فرح به لما ولد صبي، فلم ينساها الله له سبحانه وتعالى. لذلك ورد في صحيح البخاري ما ذكرت لكم البارحة من حديث في باب الرضاع وفي باب العتاق، أن سيدنا العباس رأى أخاه أبا لهب في النوم فسأله عن حاله، فقال بشر حيبة، غير أنه يخفف عنه يوم الاثنين لعتقه ثويبة ويسقى في نقرة إبهامه، يسقى في النقرة هذه يعطوه أحد الشربة في جهنم، إكراما لهذا، لأن هذه الفرحة التي خالطت قلبه لحظات لم ينساها الله له من فوق سبع سماوات. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، تبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه السرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي ظل عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. وكم رأت من بركة، هذه البركات تستمد. اللهم بارك لأمتي في بكورها، ليستيقظ البكرة دائما يحصل لها بركة، يشهد البركة في نفسه في وقته في ماله في أهله في ليستيقظ البكور. اللهم بارك لأمتي في بكورها، كان بركة وقت البكور ساعة من ساعات الجنة. مثل القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته، لتمسك بالقرآن يحصل لها البركة، لنتمسك بالمبارك فيبارك. مثل هكذا البركة عندها مواطن تحصل بها أزمنة وأمكنة وأشخاص،
أشخاص مباركين إذا اتصلت بهم يسري فيك ما أودع الله فيه من سر البركة، وكم حوت ثويبة من بركة. وهذه البركة اذهب بقميص هذا مثلا، قد تكون في ثوب، فألقوه على وجهها بيتي بصيرة، لا ما قال ادعوه خلاص. والبركة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض العرب يعني مواطنهم بعيدة كأهل هجر أو البحرين اللي هي الناحية الشرقية بعيدة أكثر من 1000 كيلو وفد عبد القيس، وطلبوا من النبي أن يبارك لهم في أسقيتهم ومائهم، فدعا لهم وقال لهم كلما نقص زيدوا عليه، يبقى فيه البركة. الشيء إذا اخطأت البركة ما بقى فيه حتى خير. أي حاجة يدعي الله تعالى أن يباركها، اللهم بارك لنا. الله قال له كم حوت ثويبة من بركة لما غدا الذئر له وبركة. بعد من الصالحين قال الناس تعاد الزمان ما ولاش يمنوا بالبركة، يمنوا بالبركة. هو مدد إلهي خفي يعني يكثر القليل ويبارك الضعيف وهكذا، مدد إلهي خفي. فقال الناس هذا الزمان ما يمنوا بالبركة، قالوا نرفعوها البركة. قال بعض الصالحين قالوا ما ترفعوها لكن خبوها، احفروا لها ودفنوا لها، باش اللي يبحث عليها يلقاها، واللي ما يمنش بها يقعد هكذاك بلا بركة. الله يحفظنا. وكم حول ثويبة من بركة لما غدت ذئرا له وبركة، لما غدت ذئرا مرضعة له وبركة ثانية إذ حضنته. بركة ثانية اللي هي بركة بنت ثعلبة الحبشية، هذه بركة ورثها من أبيه، وقيل من أمه، قيل اعتقها أبوه سيدنا عبد الله، وقيل اعتقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بركة، اسمها بركة، كما أن عنده جارية أخرى أهديت له من الحبشة اسمها كذلك بركة، لكن المقصود هنا بركة التي ورثها من أبيه، وهي من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان يقول لها أنت أمي بعد أمي في الرعاية والعناية والشفقة، كما أنه هو يقول لها أمي بعد أمي في الإكرام والإحسان والبر بها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يزورانها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها قبضت بعده بخمسة أشهر أو بستة أشهر، سيدة بركة الحبشية، وهي أم سيدنا زيد، أم سيدنا أسامة ابن زيد. فسيدنا زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دار ولده، النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل أن ينهى عن التبني، ولما نزل القرآن ينهى عن التبني يعني كسر خاطره، لأن سيدنا زيد في الأصل أن قوما غزوا قبيلتهم، غزوا القبيلة وأخذوه فباعوه عبدا، واشتراه حكيم بن حزام وهداه لسيدتنا خديجة، وسيدتنا خديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام هو ابن أخ السيدة خديجة، عمته سيدتنا خديجة، لما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى لها خادم وهو سيدنا زيد، وهي أهدته بدورها للنبي صلى الله عليه وسلم. فتفطن له أهله وجاءوا ليشتروه ويفتدوه، هو ابن حرار، لكن في الغزو أخذوه فباعوه عبده. فهو لما عرضوا عليه أن يرجع إلى أبيه وقد حرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا، إني وجدت أبا خيرا من أبي وأما خيرا من أمي، ولم يرضى أن يرجع إلى أبيه وأمه وبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لشدة اغتباطه به وحبه له جعله ابنا له، قال هذا زيد ابني، فصار يقال له زيد ابن محمد. لكن لما نزل التبني كسر خاطره أن يرجعوه زيد ابن حارث، أبوه حارث من بني كلب، قال له أن يرجعوه زيد ابن حارث بعدما كان زيد ابن محمد، فجبر الله خاطره أن خلد اسمه في القرآن، وهو الصحابي الجليل المذكور وحده في القرآن، ما كان في القرآن لم يذكر فيه أبو بكر، ولم يذكر فيه سيدنا عمر ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عثمان، لم يذكر أحد من الصحابة باسمه، وإنما ذكرت أوصافه وأثنى الله عليهم، لأن الله لا يريد منا أن نعيش مع الشخصانيات فقط، وإن كانت أشخاص جديرا أن نعيش معهم، لكن الله يريد منا أن نعيش مع الصفات. الصفة هذه ما دام موجودة فيك راك معاه، ما فيكش الصفة دعك من الشخصانية، حتى لا ترتبط به، تعلم أن الله تعالى في كثير الآيات يحب على هذه الصفات، ما دام وجدت هذه الصفات فأنت من هذه الجماعة، إذا تخلفت عنك الصفات فلا داعي للمزايدات،
إنما فلا داعي للمزايدات، إذا تخلفت عنك الصفات فلا داعي للمزايدات، أنا من جهة الفلانية، أنا من جماعة الفلانية، يا ربي موتى، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك سيدنا زيد ذكر باسمه جبرا لأن لخاطره، لأنه انكسر خاطره لما نهي عن التبني في سورة الأحزاب، انكسر خاطره بعدما كان يقال له زيد بن محمد، هو سيدنا محمد أفضل الخلق، وهو من ترك أباه وترك أمه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبر الله خاطره وخلد اسمه في القرآن رضي الله عنه وارضاه. خص نعرف هذا، سيدنا زيد تزوج بالسيدة بركة وأنجبت له سيدنا أسامة، وكان سيدنا زيد أبيض وسيدنا أسامة فيه سمرة لعل من الخؤولة، وربما الناس لا يتركون شيئا، فتكلم الناس في هذا حتى دخل أعرابي ونظر إلى سيدنا زيد وهو سيدنا أسامة راكدين وأقدامهم بارزة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وسيدتنا بركة حضنته وهي التي صحبت أمه لما خرجت تزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوال جده بالمدينة وقبر أبيه، قال بركة إذ حضنته ثم بعد الأمي غدا كفيلة الجد ثم العم، كما قال السيوطي، كما قال العراقي في الألفية، وش قال؟ أربعة الأعوام تجني سعدها، حين شق صدره جبريل وخلفت عليه حدثا يؤول، ردته سالما إلى من آمنتي وخرجت به إلى المدينة تزور أخوالا له، فمرضت رجعة فقبضت فنت هناك بالأبواء وهو عمره 6 سنين مع شيء قدره. خرجت معهم سيدتنا بركة هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام زار المدينة ولعب في بير وسبح في بير كانت كثيرة الماء فيها في صغره، هذا من الأشياء التي تذكر فيها أنه سبح في بير كانت وافرة الماء هناك بالمدينة أو في حوض من حياض المياه، وكان عليه الصلاة والسلام يعني قطع هذه المسافة راجلة، شوف مسافة 470 كيلو بين مكة والمدينة قطعها على رجليه وهو ابن ست سنين. دائما هذه شخصية قوية، لابد من حال الصغر تروض على أشياء، شخصية ما هي شخصية عادية، تقوم بأدوار عظمى في الوجود، أعظم دور في الكون، في 6 سنين أو دون ذلك قطع هذه المسافة مع أمه وهذه الأمة، شوف ذاك التحمل وذاك الجلد وذاك الشجاعة وذاك. وفي الطريق في الأبواء قريب 170 كيلو على مكة وأزيد من 200 كيلو على المدينة، هناك قبضت سيدتنا آمنة وحفر لها النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدة بركة، حفروا لها قبرها. شوف الله تعالى ابتلى نبيه بما يكون نبيه التأسي، كل واحد يصاب بمصاب مثلا يفقد عزيز ويفقد يتذكر هذا الموقف خلاص يهون عليه، إذا أكرم الخلق على الله يقبض الله أمه في الخلاء في أرض منقطعة في مفازة وليس معه أحد من عمومته ولا من خؤولته ولا من أبدا، معه فقط أمة ضعيفة سيدة بركة، ويحفر قبرها بيده ويدفن أمه ويتحمل كل ذلك، وهذا لكرامته عند رب العالمين، لأنه يعني لهوانه أو حاشا، كرامته عند رب العالمين. أبوه ما رآه وأمه قبضت في هذا الموقف الخطير، قال لي واحد من العقلاء، قال لي كلما جاء مصاب تذكرت هذا المصاب فيهون عليه، يقول هذا أكرم الخلق، ما لقى مولانا يشد له بمه غير في البلاصة، ووحده في الخلاء في كذا في سفر في تعب في، ورجع إلى المدينة، رجع إلى مكة صلى الله عليه وسلم. إذن حضنته بعد ثم بعد الأمي غدا كفيل الجد ثم العم،
ورق له جده عبد المطلب لما رجع وقد دفن أمه هناك في الطريق، وجعل يعتني به ويحتفي ويكرمه غاية الإكرام، قدمه على أولاده جميعا، وكان يبسط لعبد المطلب بساط لا يجلس عليه أحد، حتى إذا جلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أعمامه أن يوقفوه منه فيقول لهم دعوه، معنى لا يجلسن مجلسا أعظم من هذا وأكبر وأجل، وبخن بخن لمن قدره وأجله وأكرمه، كان ينظر إليه أنه سيؤول أمره إلى شأن عظيم. وقد قال من أول مولده رجوت أن يحمد في السماء وفي الأرض، قالها عبد المطلب، واحتفى به واعتنى وأوصى أعمامه بالعناية به، ووكل أمر كفالته بعده لشقيق أبيه، وشقيق سيدنا عبد الله هو أبو طالب، أبو طالب عمه، وقيل كذلك الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الزبير، يعني واحد من أعمامه، وقيل هو الشقيق كذلك، وقيل أسهم بينهما القرعة فخرجت لأبي طالب. وأبو طالب اسمه عبد مناف، أبو طالب اسمه عبد مناف، لقب بأبي طالب بأكبر أولاده، أكبر أولاده وهو طالب، وزوجته يقال لها فاطمة بنت أسد، وهذه مرأة من السابقات الإسلام كذلك، ولما قبضت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال اللهم بحقي وحق النبيين ما غفرت لها ولم وسعت لها، دعا لها صلى الله عليه وسلم، وقال عنها هي كذلك هي أمي بعد أمي، وهي زوجة عمه سيدتنا فاطمة بنت أسد، عندها أربع أولاد اللي هم طالب وعقيل وجعفر وسيدنا علي، أمهم فاطمة بنت أسد. أنتم الآن تعيشون وسط مكة والمدينة، وتعيشون مع الصحابة والذين اختارهم الله أن يكونوا حول نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بد تعرف هذه الأسر وتعرف هذه البيوت وتعرف الرجال وتعرف الشباب والصبيان، لأنكم تريد يوم القيامة أن تكونوا معهم، إذا كان الناس تبغي تكون معهم لابد تبدأ من الآن تعرف عليهم وتبعث رسائل محبة إليهم فإنها تصلهم، من سيدتنا فاطمة هذه بنت أسد أم سيدنا علي، وأولادها كامل بينهم عشر سنين عشر سنين عشر سنين، طالب بينه وبين عقيل عشر، وعقيل بينه مع جعفر عشر، وجعفر أكبر من سيدنا علي بعشر عشر سنين عشر، ولها بنتان سيدة أم هاني وهي كذلك مذكورة في الحديث، وأختها جمانة، أبناء أبي طالب، والطالب اسمه عبد مناف، وأسلموا جميعا إلا من أولاده كلهم إلا طالب، فإنه مات عقيب بدر أو كذا ولم يسلم، هذا كبيرهم الأكبر فيهم لم يثبت له إسلام، ومن سواهم فهم قد أسلموا. وأبو طالب كان آخر ما قال بل على ملة الأشياخ عبد المطلب وعبد مناف، بل على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف كما قال. فإن كان كذلك فشيخ زين الدحلان عنده رسالة، شيخ الشافعية في زمانه، رسالة مهمة ينبغي أن ينظر فيها، وهي أثنى المطالب في نجاة، واستند إلى قوله بقوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مدين. وهذا عالم كبير، كان في الحرم المكي 70 حلقة، إذا حضر الشيخ هذا العالم الشافعية يسموه الشيخ زين الدحلان اللي صاحب السيرة وشي سيرة الشيخ زين الدحلان، سيرة من واسعة في جزئين ضخمين ولكن واسعة جدا، كانت إذا حضر كل هذه الحلق تقوم وتحضر في مجلسه، هذا العالم عالم كبير شيخ الشافعية في زمانه في مكة المكرمة له هذه الرسالة. لكل حال هذا يفيد أن الإنسان لا كان لقى يحمل حد على الإيمان ولا الإسلام لأن يخطئ، في يعني خير من يخرج واحد من الملة ولا يحكم عليه بالله، كانوا غاية في الأدب. حضنته ثم بعد الأمي غدا كفيل الجد ثم العم، كفله جد عبد المطلب ثم كفله بعد ذلك عمه أبو طالب، وكان أبو طالب حدب على النبي صلى الله عليه وسلم، حدب عليه واعتنى به ودافع عنه،
وما استطاع أحد أن يصل إليه وهو حي ما دام أبو طالب موجود. وأبو طالب وإن ذكر عنه أنه كان قليل المال ولكنه ساد في قومه بالحكمة والهمة التي كانت له. كان وإلا العرب قالوا ما ساد فيهم فقير إلا أبو طالب، وما ساد فيهم أحمق إلا عيينة بن حصن، وما ساد فيهم مولى أو ملصق أو مولى أو حليف إلا الأخنس بن شريق. أخنس بن شريق غدا كفيل الجد ثم العم أبو طالب، وكم قال من أشعار كثيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من صغاره يستسقي به أنه سيد البطحاء بعد جده، فكانوا إذا أصابهم القحط يخرجون الكعبة يدعون، فكان أبو طالب يخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسند ظهره إلى البيت أو وجهه إلى البيت ويرفعه ويقول يسأل ربه بحق هذا المولود وبحق هذا الصبي فيمطر. وفيه الذي قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتامى عصمة الأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم به في عصمة وفواضل. أبو طالب كان يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد الخصوصية قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه، فكان لا يأكل الطعام إلا إذا حضر ولا يبدأ أحد قبله. ولا شيء عجيب لما تقرأ على أخبار أبو طالب وأولاده أسلموا جميعا وهو يراهم ويأمرهم فيقول لهم اسمعوه وأطيعوا فإنه لا يأمركم إلا بحق. ماشي تقول في هذا الكلام؟ وأشعاره توحي كذلك، لكن النطق فيه الخلف به وفسر الإيمان بالتصديق، حد يصدق بقلبه يكفيه، النطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل وقيل بشرط، والإسلام شرحنا بالعمل. أبو طالب له شأن كبير، يعني بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنين دعوة ما يعني، ودخل معه الشعب وكان يبيت يحرص هو بيته، شيء هذا شيء عظيم، خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أبو لهب فقط فرح فرحة واحدة وخفف عنه، أبو طالب حياته كله مدافع بكل ما أتي أبو طالب. ومع ذلك بعض الناس يحبون يتلذذون بالكلام كأنه كذا وأنه كذا، حد قد خدمة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن بالإنسان لا يسكت ما يكثر في الكلام، خصوصا إذا لقى بعض العلماء قالوا شيء آخر غير هذا، بعض الناس يتلذذون بهذا. واحد من العلماء قالوا له واحد يقول أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، قال هذا يصدق فيه من قول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إن الذين يؤذون الله. إذا كش واحد ما يتأذى لما تقول له أبوك في النار، اتحضنته ثم بعد الأمية غدا كفيل الجدي. ثم نحن أهل السنة، هذه عقائد، وهكذا علماؤنا قالوا لا تسمعوا لهذا الغوغاء والفوضى التي يثيرها بعض الناس، فإنهم يتكلمون من خلفية. أما أهل التحقيق من العلماء من أهل السنة دائما هكذا تجدهم في شروحهم في السيرة في كتبهم في شروح الأنظام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لا يحصى من الكتب التي تورد هذا من كبار علماء أهل السنة كرباء أهل السنة. لذلك قال الإمام النبهاني وكرام الناس منا ولتسخط تسخط اللؤماء، وإحنا كي يدخل الجنة يضيقوا علينا ولا نفرحوا بهم، ولكن لا نحكم شيء، ولكن على الأقل إذا وجدنا محمل أنه فيه فيه في هذا نسير عليه، ماذا بينا يكون ذاك والناس كامل ماذا بينا يدخل الجنة، ما نحوس على النار كاي الكفار يسروا كان يكملوها بالحجارة، كملوها الحجارة إذا نقصت. أما بشر أنت ترضى واحد يقول لك والله أدرى والله أعلم. على كل حال غدا كفيل الجدي ثم العمي. نعم قال وخلفته أمه ابن 4 سنين والجد ابن ضعفها فعي. قال سيدتنا آمنة توفيت عمرها 4 سنين وأكثر ما قيل 6 سنين و100 عام و100 يوم، 6 سنين و100 يوم حين قبضت سيدتنا آمنة، عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين و100 يوم. وعمه إذا كان 4 سنين وعمه وجده خلفه ابن 8 هو ابن 8 سنين، قال 8 سنين
وشهر وعشرة أيام. ثمان سنين نكملها، دخل في التاسع شهر وعشرة أيام، أربعين يوم. كل يذكر هذا، كنا هنا قول ضعف ضعفها على أنها قبضوه ابن أربع سنين، هذه رواية. وفي أكثر ما قيل أنه ابن ست سنين ومئة يوم صلى الله عليه وسلم، وخلفته كما قال العراقي في الألفية إيش قال؟ قبضت ودفنت هناك بالأبواء وهو عمره ست سنين مع شيء يقدر، ضبطه بمئة أيام، وقيل بل بالأربعة الأعوام. وخلفت أمه ابن أربع سنين والجد ابن ضعفها فعي، كن واعيا. نعم. ثم إلى الشام بعدما كفله عمه أبو طالب، في رحلة من رحلاته إلى الشام أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحن إلى الارتحال معه ويبكي ويريد أن يرحل معه، فاستجاب له وكان يشفق عليه ويحاذر أن يصيبه شيء. ولكنهم في الطريق لما وصلوا إلى بصرة أو إلى مواضع هناك، ومروا براحب كانوا يمرون به ولا يكلمهم، يقال له بحيرة. لكنهم في هذه المرة لما كان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خادمه يستقبلهم ويرحب بهم ويدعوهم إلى طعام صنعه لهم. وكان بحيرة قد رأى سحابة تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظله، وعرف أنها تظل نبي، ورأى الأشجار في الوديان تميل إليه، تحييه وتسلم عليه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فعرف أن هذه علامة النبي المنتظر الذي يخرج في الحرم، فدعاهم هناك. القصة بالروايات أنه قيل أنهم نزلوا جميعا وهو لم ينزل صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر فيهم فلم يرهم نعوت الذي يطلبه، نعوت الشخص الذي من أجله دعاهم وصنع لهم الطعام والإكرام. فسألهم هل بقي في القافلة أحد؟ قال له إلا صبي لن، فقال ادعوه. فلما قال هذا المقصود منه وجعل ينظر إليه إلى نعوته وصفاته، وكان مما كلمه به أن سأله باللات والعزى، فقال لا تسألني بهما فليس شيء أبغض إلي منه. سأله أسألك باللات والعزى لأنه سمعهم يحلفون بها قريش، فأراد أن يخاطبه بما يخاطب به قومه، فقال له لا تسألني بهم وهو صغير. وسأله عن أحوال له في يقظة ومنام وعن صفات فأدركها، ونظر إلى الخاتم بين كتفيه والحمرة التي في عينيه وعلامات، عرف بأنه نبي، أنه النبي. فما كان منه إلا سأل أبا طالب أين هذا منك؟ فقال هو ابني. قال ما ينبغي أن يكون لهذا الصبي أب حي؟ قال هذا لابد أبوه يكون موجود. فقال له ابن أخي وأنا عمه، فقال له صدقت. ثم أمره أن يرجع به لمكة حذرا أن يعرفه أحبار اليهود فيؤذونه أو يمكرون به، لأنه هو لما عرفه هو يفيد أن بعض الناس غير بحيرة يمكن أن يعرفه. وبحيرة كان قد آل إليه يعني علم النصراني، علم النصارى بحيرة عليه السلام، لابد هذا أنه جل النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه عارف عده معدوده يكون هلك قبل البعث، لكنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ورقة، ولكن ورقة عرفه بعد البعث. وفي من يعده في الصحابة أنه قال يا ليتني كنت فيها جدعا فأنصرك، جدعا يخرجك قومك.
ما إلى الشميمة العم ارتحل والعمر في 23 دخل لما رحل إلى الشام، لم يتزوج من الشام المقدس كما قال برزنجي بصرى، فرده خوفا من اليهودي عليه أهل المكر والجحودي، رده بإشارة من بحيرة. ومن يتوسع في السيرة ربما أن أكثر من ذلك من بحيرة أنه مر بمواقف أنبأت على أن هذا الشخص يعني قد يخشى عليه إذا هو مضى في هذه السن إلى تلك الأراضي أو النواحي التي يسكنها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولهم أخبار ولهم يعني أنباء بأوصاف النبي المنتظر، ويخشى أن تتحرك أنفسهم بالحسد وبالإذاية له صلى الله عليه وسلم، خصوصا اليهود، خوفا فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود. إيه نعم. وعاد مع ميسرة للشامي وهو ابن من الرحمن في إكرام، وذلك بعدما بلغ جاوز 20، بلغ 25 نحو، و يعني ضارب السيدة خديجة في مالها بإشارة من عمه أبي طالب، قال له ليس له مال يبعثه للتجارة، ولكن ها هي خديجة تطلب الأمين الذي يضارب لها في المال، وكانت تضارب. فلما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعقد معها هذا الصفقة وهذا هذه المعاملة، ضاعفت له المال الذي كانت تعطيه للناس، وخرج في تجارة في قافلة كبيرة إلى الشام، ومعه مولى السيدة خديجة يقال له ميسرة. وكذلك في هذه الرحلة لقوا راحبا يقال له نسطورة، نسطورة، وأخبر ميسرة بأن هذا هو نبي الزمان أو كذا، وأنه سيكون له شأن. وميسرة بدوره أخبر السيدة خديجة بعد الرجوع، كما أن السيدة خديجة رأت عند قفول النبي صلى الله عليه وسلم وهي في علية في سطح في بيتها، رأت الملائكة تضلله، رأت ملكين يضللانه صلى الله عليه وسلم، وهذا جواز رؤية الملائكة، وهي قد رأت، وهذا من سابق سعادتها، رأت ملكين يضللانه من السماء والأرض، ورأت السحابة. وميسر أخبرها بأخبار أنه إذا نزل تحت شجرة مال الظل إليه، حتى لو نزل غير جهة الظل، الظل يرجع إلى جهته التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحيد عنه. وأخبرها بما سمع منه في بعض المعاملات، أنه اختلف مع شخص مثلا فحلفه باللات والعزة فلم يرضى منه ذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبره مثلا بصدقه ووفائه في حسن كيله ووفاء كيله وصدق حديثه ووفاء عهده، أخبرها بأخبار ما جعل السيدة خديجة وكانت قد علمت أخبار النبي المنتظر الذي يخرج في الحرم، فكانت لا تراه لا يخطئ هذا الشخص، ولذلك طلبته بعد ذلك للزواج. قالت وما عاد مع ميسرة للشام وهو من الرحمن في إكرام، وعاد مع ميسرة للشام وهو من الرحمن في إكرام، هذا الإكرام تظله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير، اشتداد الحر في الهجير. وهذه السحابة كانت 10 أذرع في 10 أذرع لا تفارقه صلى الله عليه وسلم، طولها 5 مترات في 5، سحابة واضحة، لكنه بعد الوحي مشاد ذيك السحابة لما كان عنده الأعداء، تخفت ذيك السحابة، لو كان قاعد ذيك السحابة في الظاهر أن هذا لا ندري مع بقي ظلها وهي خافية في أنظار الناس، نعم، لأنها لو كانت كان تكشف أشياء كثيرة، قيل بأنها كانت له قبل أن يتربص به الأعداء، تضله الأملاك، بالدليل أنه في الهجرة قام سيدنا أبو بكر يضلله، سيدنا أبو بكر قام يضلله، وكذلك في حجة الوداع جاء ورأسه حاسرة مكشوفة من حرم المدينة إلى حرم مكة، تضله الأملاك في المسير حين اشتداد الحر في الهجير، وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح تزوج خديجة بطلب منها، وقد تزوجت برجلين قبله،
وتنافس الناس عنها لأنها كانت تلقب بالطاهرة العفيفة. تزوجت رجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت من واحد منهم ولد وبنت وأنجبت من الثاني ولد. وما بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختارها الله له، اختارها الله له واختارها واختاره لها رضي الله عنها وأرضاها. وفي النساء نعم، وهي في النساء، وهي في النساء على التحقيق خديجة ثم ابنة الصديق، كما قال السيوطي في وين قال في الكوكب، كوكب الساطع، النساء على التحقيق خديجة ثم ابنة الصديق. أنا قال هذا في سلم سلك. وإذ إلى مكة عاد وافتتح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنة، عمرها هي 40 وعمره هو 26، بنات فارق 14 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقد الأم ورسالته التي سيتحملها رسالة صعبة جدا، فهيأ الله لها هذه المرأة في هذا السن من العقل ومن الحكمة ومن التحمل الذي يجعلها تكون خير أنيس وخير نصير وخير يعني مشجع على الدعوة والرسالة. وكانت كذلك رضي الله عنها حتى أتاها السلام من السلام. مضت لها من عمرها سنين خير نساء الناس أجمعين، ما جاء في الحديث في صحيح مسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. خير نسائها يعني من قبلنا سيد، وخير نساء هذه الأمة سيدة خديجة باعتبار الزوجات أمهات المؤمنين. وأما سيدتنا فاطمة فلا يعدل بها أحد لأنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيد الإمام مالك ولا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، أفضل من كل شيء لأن جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. سيدتنا فاطمة أفضل نسائها لأن سيدة عائشة لم تدرك سيدة خديجة، لم تدركها ولم تعرفها، غير أنها كانت كثيرا ما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها حتى غارت. لكن لما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أبدلني خيرا منها، فلم تتكلم بعد ذلك سيدة خديجة. خير نساء الناس أجمعين، وقد أقامت معه 24، قامت معها عمرها 40، قامت معها 24 سنة، وما تزوج عنها صلى الله عليه وسلم في حياتهم تزوج عنها. ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا، الأولاد انتع النبي صلى الله عليه وسلم كامل من سيدنا خديجة سوى واحد اللي هو سيدنا إبراهيم، فإنه لم يكن من زوجة من زوجاته، وإنما كان من سرية، وغير إبراهيم من سرية، وأمه مارية القبطية. بعض الناس يعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يذكر منهم مارية، لا، سيدة مارية هي السرية، هديت له أما صلى الله عليه وسلم وتسرى بها من السرار، وأكرمها الله بأن أنجبت سيدنا إبراهيم، واعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم واحتفى وأسكنها في مصربة سيدة مارية إلى الآن موجودة بالمدينة، وأكرمها الله أن أنجبت سيدنا إبراهيم ولم تخرج من بيتها حتى قبضت رضي الله عنها. وهداها المقوقس، هي وجارية أخرى يقال لها سيرين، أظنه أعطاها لسيدنا حسان بن ثابت، اصطفى لنفسه السيدة ماريا هذه، فهي سرية. فحين نقول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معجز صح سره، حين نقول ميم أي من سيدة ميمونة، ميم ميمونة ما نقول ماريا، هذا الناس يقول ميم يقول لك ماريا، السيدة ماريا هي سرية من سرار النبي صلى الله عليه وسلم، ملك يمين، ملك يمين. نقول معجزة صح سره ميمونة وسيدتنا عائشة، سيدتنا ميمونة وسيدتنا عائشة، الجيم سيدتنا جويرية بنت عمر، سيدنا عمر، الزين سيدة زينب، صحة سيدة صفية، الحاء سيدة حفصة. إذن ميم الميم سيدتنا ميمونة، العين سيدة عائشة، الجيم سيدتنا جويرية بنت الحارث
الحاتم بن المصطلق، والزاي سيدتنا زينب، صح الصاد سيدتنا صفية، والجيم والسحاء سيدتنا حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب، سره السين سيدتنا سودة بنت زمعة وهي التي تزوجها بعد سيدة خديجة، والراء سيدتنا رملة اللي هي هند بنت أبي سفيان، والهاء رملة اللي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان، والهاء سيدتنا أم سلمة اللي هي هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية، هذم أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، واحد ما يعرفش أمه هذا نهاية في العقوق، واحد أمه ما يعرفها، خص أمهات المؤمنين هذم تعرفوهم كامل، أمهات المؤمنين وأزواج النبي أولى بالمؤمنين، قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى أو أعظم من قول الله تعالى لو نزل شاذا وهو أب لهم، لو قال ربي النبي أب للمؤمنين، أي أقل من قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مش غير أب بنتك، أولى بك من نفسك، فيها تشريف للمؤمنين أكثر من لو قال النبي أب للمؤمنين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، النبي أولى بالمؤمنين بها تشريف لنا والتكليف، تشريف من جهة أنه أولى بنا من أنفسنا، إذن سيدافع عنا أكثر مما ندافع عن أنفسنا، جزاه الله عنا أحسن جزاء، اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير جزاء، وأنه ينبغي لنا أن نطيعه وأن نتبعه أكثر من أنفسنا، نقدم هواه على هوى نفوسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيها تشريف وفيها تكليف، إيه صلى الله عليه وسلم، إذن أربعا ورزق البنين منها سوى أحدهم يقينا اللي هو سيدنا إبراهيم، إيه ثم ابن 35 حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر صلى الله عليه وسلم، لما وصل 35 يعني جاءت سيول جارفة فتصدعت الكعبة وتداعت للسقوط، فعزمت قريش على بنائها وألهمهم الله تعالى أن لا يبنوها إلا بالمال الحلال، وحذروا من أن يكون فيه مال ربا أو فيه مال غصب أو فيه مال مثلا، فضاقت بهم النفقة قصرت بهم النفقة، فأخرجوا الحجرة من البيت وهو منها، نخرجوا الحجرة ما كملوش ما لقوش الحلال اللي كملوا به البيت، خرجوا الحجر هذاك الجدار القصير المقوس، خرجوه من الكعبة وهو منها، وكان حين بنوها وصلوا إلى موضع التشريف وضع الحجر، فاختلفوا من يضعه، وهذا التشريف لا يمكن أن يؤثر فيه أحد أحدا، فثارت بينهم المنافسة حتى يعني ربما كادوا أن يقتتلوا، فرجعوا إلى الحكيم اللي هو أبو أمية بن المغيرة، أبو أمية اللي هو أب السيدة أم سلمة أبوها، لأن السيدة أم سلمة يقال لها هند بنت أبي أمية، أبو أمية بن المغيرة اللي هو أخو الوليد بن المغيرة، وكان يعني في الحكمة وفي الرأي ما أظهر أثره في السيدة أم سلمة، السيدة أم سلمة كان من أعقل الناس، إيه ظهر في هذا أبو المغيرة أبو أمية بن المغيرة أشار عليهم أن يحكموا أول داخل من باب بني شيبة، وكان أول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم تقدير الله تعالى واصطفائه، فقالوا هذا الأمين وكلنا نرضاه، هذا الأمين وكلنا نرضاه، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن نزع رداءه بسط رداءه وجعل الحجارة في الرداء، ثم دعا من كل بطن من بطونهم رجلا يفوضونه نائبا عنه، كل خرج البطن كامل رضاهم رفدوا هذاك الحجر وقربوه له وضعه هو بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، حجر أسود إيه بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية، طيب من 35 حضر بناء بيت الله إذ بنى الحجر بيده الكريمة الزكية صلى عليه بارئ البرية، وقال صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة في الصحيح لولا أن قومك قارب عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، فبناها عبد الله بن الزبير لما قويت شوكته وتمكن من الحجاز واليمني وشيء من العراق بنى الكعبة، هدمها وبناها على قواعد إبراهيم لأنه سمع حديث خالته سيدتنا عائشة
وجعل لها بابين، جعل الكعبة جعل بابين لها، ولكنه بعد ذلك غلب بنو أمية ودخل الحجاج الحرم ورماه بالمنجنيق، وقتل واستشهد سيدنا عبد الله بن الزبير وصلب، وبعد ذلك عاد الحجاج هدمها وبناها على بنائها الآن. ولعل هذا في ذلك حكمة حتى يقعد الناس يصلوا في جوف الكعبة من جهة الحجر، والله أعلم. ولما استخلف بن العباس أرادوا كذلك أن يعيدوا بناءه، فالإمام مالك قال أنشدكم الله في بيته ألا تجعلها لعبة في يد الخلفاء، كل واحد يجي يهدمها ويبنيها الثاني يقول هذا بناء فلان هذا بناء فلان، لا تجعلها. فلم يعيدوا بعد ذلك الكعبة، بناها بنى الكعبة الغراء 17 فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم وشئث وإبراهيم ثم عمالق وقصي قريش قبل هذا نجرهم، وعبد الإله بن الزبير بنى كذا بناء لحجاج وهذا متمم، ثم بعد ذلك بناها بعض ملوك بني عثمان، وبعد ذلك بنوا آخر الدولة هنا اللي هم إليهم الأمر. نعم كافي ها كمل الوحي يبدأ بعدها نعم أقرأ السيرة الأيام هذه، يقرأ اللي يقرأ القرآن هو محتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحتفل معناه يعتني هذه الأيام أيام شكر، ومن أعظم ما ينبغي يزيد في هذا الشكر حين نتعرف أكثر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ذلك القرن خير القرون قرن الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه واصطفاهم الله بعد أن نظر إلى قلوبهم فجعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يجتهد في قراءة القرآن هو محتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجتهد في الصلوات وفي الصدقات هو محتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجتهد في أن يطهر قلبه ويسامح الناس ويعفو عنهم هذا مجتهد كذلك في احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال به هو الاستجابة له، أي حاجة حظنا عليها يا الله نديرها نعملها، فهذا لا شك أن هذا من العناية به عليه الصلاة والسلام. القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق، أيام مولدك الكريم مضيئة بكل مظل للزمان وآتي، أمرنا بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات، تتعاقب الأيام في دورانها وترد كل جديده لمواتي، وضياك يسطع كل يوم نوره ويزيد في الإشراق والنفحات. علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا، يا عليم حققنا بحقائق العلم يا حليم خلقنا بخلق الحلم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم، صدقك ما بقى فوقهم ترد هذا الجوع حاجتي اليه، زدنا على الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله، الصلاة عليك صلى الله عليك وعلى آلك والرضا عن أصحابك يا خير.